اخبار اليوم. صعب جدا ان احنا نقول في مشروعات خلاص هتتم، ده هيتم لسه عرضها في المؤتمر، ساعتها هنعلنها. من اهم المشروعات على فكره الانبياء الاتحاد، مشروع مش هقول اسم الشركه عشان ما يبقاش اعلان، يعني هو مشروع في تنقيه الغاز، راس ماله 140 مليون دولار، وده شركه كويتيه، ارجنتين، لبنان، مصر. احنا اللي جبنا المستثمرين، واحنا اللي نسقنا الشركه، واحنا اعضاء الشركه وبنرعى هذا العمل، وده في راس غارب في سيناء، انتهينا منه بنسبه 55% لغايه دلوقتي. طبعا نقاط جذبه جدا للاستثمار في مصر، لكن حضرتك بتقول لي ايه المعوقات؟ بالنسبه للمعوقات طبيعي ذكوريه ثقافه المجتمع. في الاول بينظروا ستات، يمكن مشروعات صغيره، يمكن ما عندهمش القدره الاداريه الكافيه، لكن الحمد لله بالعمل الجاد والمثابره قدرنا نثبت للجميع ان المراه المصريه سيده الاعمال والمستثمره، ليها مكانتها وليها قدراتها، والحمد لله تخطينا ده وابتدوا يؤمنوا بينا ويثقوا في المراه سيده الاعمال والمستثمره. زي ما قلت لحضرتك ذكوريه الثقافه شويه، دي كانت نوع من المعوقات. اما اي معوق اخر فما يعرفش راجل ولا ست، مساله كفاءه وامكانيه وقدره، هو ده اللي يقدر يعوق الاستثمار، زي ما بيعوق للمراه هيعوق للرجل. المزايا طبعا الجاذبه جدا، عندنا قناه السويس، محور التنميه الجديد اللي معقول طبعا مقدم فرص كبيره جدا، اتفاقيه اغادير، اتفاقيه الكوميسا، كل اتفاقيات اللي قايمه بيها الدوله لتسهيل التبادل التجاري وجذب الاستثماري، بالاضافه زي ما قلنا الاراضي الشاسعه اللي موجوده، اليد العامله المتوفره، قدرة العامل المصري على سرعة التعلم والتدريب، وجود طبعا 90 مليون كحجم استهلاكي غير عادي، طبعا 90 مليون ومن عندنا ممكن نصدر لأفريقيا، احنا بوابة لأفريقيا، فكل ده ممكن تبقى نقاط جذبة لأي مشروع هيتعمل في مصر. طبعا جسر الملك سلمان هيعود بنفع كبير جدا جدا جدا، بعيدا عن أبعاد استراتيجية عليا أكيد معلنة، لكن أهم حاجة سهولة الحركة، التبادل التجاري، التبادل السياحي، تنشيط السياحة عندنا من الخليج، ودي نقطة مهمة. السياحة الاهتمام بيها في حاجة محورية، أكتر من 360 صناعة بتعمل حوالين قطاع السياحة، صناعات المغذية، كل ده هينشط الاقتصاد. المشروعات نفسها اللي هتتعمل هناك، الجامعة اللي هتنشأ، حقيقة مشروعات في غاية الأهمية ومشروعات حقيقية على أرض الواقع، وتنمية متهدف بالتنمية المستدامة، وده اللي احنا بننادي بيه، وتفعيل حقيقي للشراكة، اتنين عمالقة بيتحدوا وقوة كبيرة زي مصر والسعودية، أما تتحد لا هنبقى جسر منيع لحاجات كتيرة جدا، وهو ده اللي احنا بنقوله التعاون العربي المشترك أساس التنمية ودرع السلام.